الشخصيات المصممة سهام الهبطي التي لازالت وفية لنفسها ولبصمتها المميزة، بحيث تقدم لنا قفطان مستوحى من الطبيعة بألوانها ونقاوة أثوابها. فالطبيعة موطن السلام، وكل شيء يتناغم في الطبيعة بسلام. هكذا أرادت سهام الهبطي أن تكون تشكيلتها متناغمة، بحيث اشتغلت ومزجت أنواع كثيرة من الطرز كطرز الغرزة والطرز الرباطي على نفس القطعة. سهام الهبطي مزجت تقنيات أخرى كتقنية الراندا في أماكن غير معتادة بحال الأكمام. اشتغلت على أثواب طيحة كيف كتلاحظوا، وقصات أميرية كعادتها تبرز نخوة القفطان المغربي الذي دعا صيته عبر العالم بمشاركتها في عدة تظاهرات خارج الوطن. اشتغلت بتطبيقات من الورود المصنوعة من العقيق والأحجار والحرير والطرز، وأكسسوارات كالحزام على شكل مضمة زمنية صنعت بشكل عصري متناغم مع باقي الأكسسوارات. هذه إذن هي مجموعة تصاميم سهام الهبطي ببصمتها المميزة التي تجعل من القفطان قطعة مرهفة وراقية جداً.